بوادي السلام من ذكر إلى انبياء. أني رحمن أبو علي الشبلاوي، أني من الدفانة، لأن معيشتنا على الموتى وهاي مهنتي. صرت أفرح هواي إذا ماكو موتى، ولو رزقتي على الدفن، ولو خبستي وخبرتي معجونات بالموت والحروب والانقلابات والثورات والانتحارات. أنا أشوف بعيوني مثل ما تشوفون، وأنقل لكم الحكي والحكايات مثل ما سمعت.